هذا وينظم معارضون للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا وقفة أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن لتسليم وثيقة إلى رئيسة الوزراء تريزا ماي تطالبها بعدم المشاركة في هذه الضربة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن بهاء العوام مراسل الغد. بهاء، صف لنا هذه الوقفة. نعم، في الحقيقة نحن هنا أمام مقر الحكومة البريطانية، بين مقر الحكومة ووزارة الدفاع البريطانية، حيث يتجمع هنا نحو 300 شخص من منظمة أوقف الحرب، يرفعون لافتات يطالبون فيها الحكومة البريطانية بعدم المشاركة في الضربة العسكرية التي تنوي الولايات المتحدة شنها على سوريا، على ردا على الهجوم الكيماوي المفترض في مدينة دوما في الغوطة الشرقية. هناك هؤلاء الأشخاص جاءوا يحملون اللافتات وينقلون إلى رئيسة الوزراء وثيقة موقعة من عدد كبير من النواب والبرلمانيين والاقتصاديين وأصحاب الفعاليات المدنية، يقولون فيها بأن حتى الآن لا يوجد هناك أدلة كافية ونتائج تحقيقات مستقلة تقول أن حكومة دمشق ومن خلفها الروس والإيرانيين معنيين أو هم من نفذوا الهجوم الكيماوي إذا كان موجودا فعلا في مدينة دوما. هذه الأصوات تعكس أيضا أصوات رغبة المعارضة البريطانية وعلى رأسها حزب العمال في رفض التدخل البريطاني في المشاركة مع الولايات المتحدة في الضربة المرتقبة. الرفض حزب العمال جاء على لسان جيرمي كوربن الذي اتهم فيها رئيسة الوزراء بأنها تنفذ التعليمات الأمريكية وأنها سوف تورط البلاد مرة أخرى بحرب أشبه بالحرب التي الغزو التي شاركت فيه بريطانيا عام 2003 في الغزو الأمريكي للعراق. هؤلاء الأشخاص جاءوا اليوم، ربما كان من الأفضل لو نقلنا صورة من أمام التظاهرة، ولكن نحن الآن في ساعات الازدحام، ساعات نهاية العمل، ويصعب التواصل أو نقل الصورة من أمام بسبب ازدحام المواصلات. نعم، هذه التظاهرة مستمرة منذ حوالي ساعة من الزمن ولا تزال حتى الآن، سوف تنتهي بعد قليل مع تسلم الحكومة البريطانية للوثيقة التي تعترض على المشاركة البريطانية في الضربة المحتملة. لا يوجد حتى الآن أي تنبؤات ولا ردود رسمية تقول كيف سوف تتعامل الحكومة البريطانية مع هذه الوثيقة أو مع هذه الاحتجاجات، ولكن يصعب على الحكومة البريطانية تجاهل هذه المطالبات، خاصة وأنها مدعومة من قبل البرلمانيين ومنهم أعضاء فاعلين في حزب المحافظين وعلى رأسهم رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الذي يعتبر أن هذا التدخل البريطاني في سوريا هو غير مشروع ومن شأنه أن يقوي من شوكة الإرهابيين على حد تعبيره. نعم، كيف تناولت وسائل الإعلام البريطانية ما قالته رئيسة الوزراء البريطانية بأنها ستشارك مع واشنطن في أي عمل ضد سوريا؟ نعم، وسائل الإعلام البريطانية تناولت هذه المسألة بنوع من التباين بحسب من تؤيد الحكومة البريطانية في مسعاها ومن يؤيد المعارضة للحكومة البريطانية، ولكن بطبيعة الحال الحكومة في بيانها الختامي بعد اجتماع الطارئ يوم أمس كانت لنقل حاولت أن تكون حيادية قدر الإمكان أو ضبابية في موقفها، حيث أنها لم تذكر التدخل العسكري صراحة، ولم تذكر أيضا أنها يمكن أن تقوم بعمل فردي بمفردها، وإنما حافظت على لنقل كما يسمونها شعرة معاوية في استمرار التنسيق مع فرنسا والولايات المتحدة في أي ضربة أو محاولة لردع حكومة دمشق، كما أسمتها الحكومة البريطانية عن استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل. نعم، هناك أيضا ربط ما بين هذه الضربات المتوقعة أو المحتملة وما بين المشكلة الواقعة ما بين لندن وموسكو. نعم، في الحقيقة هناك من يربط هذه ما تحاول بريطانيا فعله في سوريا وما تحاول فعله في قضية سكريبال. هناك من يعتقد بأن بريطانيا تحاول الرد على روسيا في قضية سكريبال، ولكن في الميدان السوري هي فرصة من وجهة نظر البعض بالنسبة لبريطانيا لتوجه رسالة شديدة اللهجة إلى روسيا فيما استغلالا للهجوم الكيماوي المفترض في دوما. كذلك يقرأ التحالف الغربي مع
بين فرنسا وبريطانيا مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. يقرأ على أساس أنها فرصة للرد على قضية سكريبال بعيدا عن الميدان البريطاني. ربما تكون من وجهة نظر هؤلاء أو من يتبنون هذه النظرية أن روسيا تعتقد أن الغرب لن يردوا عليها في سوريا ولن يردوا عليها في بريطانيا، ويتوجب على الحكومة البريطانية المشاركة في أي ضربة أمريكية وبالتنسيق مع باريس لإعادة الاعتبار للموقف الغربي ووحدة الموقف الغربي في مواجهة روسيا وتدخلاتها ليس فقط في الأراضي البريطانية وإنما في المصالح، في مواجهة المصالح الغربية أينما حلت وخاصة في الميدان السوري. هل هناك أي معلومات عن عدد الأصوات المؤيدة أو المعارضة داخل البرلمان البريطاني لمثل هذه العملية؟ حتى اللحظة لم يتم هناك أي تصويت رسمي أو ضمني في البرلمان البريطاني اتجاه هذه العملية، ولكن المؤشرات تقول أن الأصوات المناهضة للضربة الأمريكية أو لمشاركة بريطانيا في الضربة الأمريكية تفوق عدد المؤيدين لها، خاصة وأن الكثير من أو عدد لا بأس فيه من أعضاء حزب المحافظين يؤيدون موقف المعارضة وعلى رأسها حزب العمال في ضرورة أولا حصول الحكومة على موافقة البرلمان فيما يتعلق بالمشاركة مع الولايات المتحدة في هذه الضربة، ومن ثم ضرورة وجود أدلة ملموسة تقدم على أساسها الحكومة البريطانية على أساسها في المشاركة بهذه الضربة سواء عن طريق موافقة البرلمان أو من دونها. هل هناك أي وقفات أخرى أم هذه هي الفاعلية الوحيدة لتسليم الوثيقة إلى رئاسة الوزراء؟ لنقل أنه هذه الوقفة اليوم هي الرد الفعل الشعبي الأول بعد القرار الرسمي للحكومة الذي أعلن أمس في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته تيريزا مي مع في رئاسة الوزراء، وقررت على ضوء المشاركة أو الاستمرار التنسيق مع فرنسا والولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه الضربة. هذا الرد الفعل الشعبي الأول والسريع والذي جاء وحمل الوثيقة الموقعة من البرلمانيين والأكاديميين والاقتصاديين كما أسلفنا، ويبدو أن هذه الوثيقة كانت قد أعدت سلفا للرد على الحكومة البريطانية في حال خرجت بالقرار التي وصلت إليه يوم أمس، ولكن لا أعتقد أن هذا الرد الفعل المباشر أو سيكون اليتيم أو الوحيد في مواجهة بريطانيا، في مواجهة قرار الحكومة البريطانية إذا ما قررت المضي قدما في مساعيها نحو مشاركة الولايات المتحدة وفرنسا بضربة عسكرية لسوريا ردا على هجوم دوما المفترض في الغوطة الشرقية. العوام مراسل الغد من لندن، شكرا لك.